السلام عليكم، حياكم الله متابعين ترو جيمينج. انا نواف النغموش، واليوم راح نجرب يد الدول سنس على النينتندو سويتش، على الايفون، على اجهزه اندرويد، على الويندوز بي سي، وعلى طبعا البلاي ستيشن 4، واكيد الاكس بوكس سيريس اكس. وبعد كل الاجهزه دي راح نجربها على الاله الحاسبه بعد. واول جهاز راح نجرب عليه اقتران يد البلاي ستيشن 5 او الدول سنس هو البلاي ستيشن 4. لكن كيف تقدر تحط يد الدول سنس في وضعية الاقتران؟ وهذا شيء جدا بسيط لأنه مثل الدول شوك 4، وكل اللي عليك تسويه هو أنك تضغط زر البلاي ستيشن بوتن وزر الكرييت اللي أخذ مكان زر الشير من الدول شوك 4، بس رص عليهم الاثنين مع بعض وراح اليد تبدأ تنور حتى تعلمك أنها الآن بدأت في وضعية الاقتران. هنا ندخل على البلاي ستيشن 4 نفسه ونروح عند الإعدادات. الإعدادات، نروح الأجهزة، بعدين أجهزة البلوتوث، نفعل وضعية الاقتران على اليد. الآن بدأت تنور ومفروض تطلع لنا في هنا هذه القائمة. طلعت لنا تحت مثل ما تشوفون الآن كوايرلس كنترولر. بنحاول نشوف نخليها تقترن مع الجهاز ونشوف إذا يمدينا نتحكم في القائمة ونلعب الألعاب عن طريق اليد. نضغط نعم. شبكة اليد الآن على البلاي ستيشن 4 ونشوف إذا نقدر نتحكم فيها أو لا. أضغط دائرة، ما يصير شيء. أحرك، ما يصير شيء. فاللي يصير هو أن اليد، الجهاز بيتعرف على اليد كوايرلس كنترولر، حتى ما هي يسميها دول سنس، لكن ما يمديك تتفعلها ولا يمديك تلعب فيها أبدا للأسف. الآن مثل ما أنتم شايفين شبكنا الإكس بوكس سيريس إكس وهذه اليد معنا، وعندنا هنا يد الدول سنس اللي حقت البلاي ستيشن 5. عشان ندخل وضعية الاقتران في اليد مثل ما قلت من قبل، نضغط زر البلاي ستيشن بوتن والكريت مع بعض الين ما تبدا اليد تنور، بعدين نضغط زر الاقتران على الاكس بوكس اللي موجود تحت. جالسة تشتغل الحين، كلهم يحاولون يتعرفون على بعض. هل راح يدخلون على بعض؟ هل راح يتعرفون على بعض؟ ما ندري. كل الجهازين ينورون والى الان ما صار شيء. فيبدو بدون قطعة بلوتوث، وهذه النقطة ركزوا عليها بنرجع لها قدام، ما يمديك تشغل اليد على الاكس بوكس سيريس اكس. بينما الان راح نشبك يد الدول سنس على جوال اندرويد ونشوف اذا نقدر نلعب بالجوال عن طريق اليد. حتى نشبك اليد لازم ندخل على الاعدادات من الجهاز حق الاندرويد حقنا، اعدادات البلوتوث نفسها، بعدين نحط اليد على وضع البيرنج عن طريق زر الكرييت والبلاي ستيشن بوتن بنفس الوقت. حتى تطلع لنا اليد مثل ما طلعت قدامنا، نضغط وايرلس كنترولر، بعدين نسوي اقتران. الان اليد شبكت، وبنروح نحاول نشغل لعبه ونشوف اذا اليد بتشتغل معنا او لا. مثل ما انتم شايفين اليد اشتغلت معي، لكن فيها مشاكل شوي طفيفه، يعني انا الوجه اليمين ما اقدر احركها واقدر احرك فيها الشخصيه. مزايا يد البلاي ستيشن نفسها مثل التولر 2 اللي فيها مقاومه ما تشتغل، الهزاز طبعا مو موجود، لكن اقدر امشي قدام، اقدر انقز، اغير اسلحه واطلق. يمكن هذا لازم تعددها او تصلحها من اعدادات الجوال نفسها، ولا ممكن هذا بتنزل تحديثات لليد نفسها وتحل هذه المشكله في المستقبل. نجي الان لاجهزه الاي او اس او الايفون ونشوف اذا نقدر نشبك اليد على الايفون، وهل نقدر نستعمل الالعاب فيها عن طريق اليد، ولا وهل بتكون اصلا شغاله مضبوطه، ولا مثل الاندرويد في ازرار ما راح تشتغل صح. ومن هنا نروح للسيتنجز او الاعدادات، بعدين ندخل على البلوتوث او بالواي فاي البلوتوث، ونحط الجهاز او اليد على وضعيه الاقتران حتى تطلع لنا تحت. الان بدت اليد تنور، تأشر بالنور حتى نشوف تطلع ولا ما تطلع. طولت والله. يعني يد الدول شوك 4 تشتغل عادي، وبس تسوي تدخلها في وضعية الاقتران وتشبك اليد على طول، او تطلع لك على طول في الاذر ديفايسز. لكن هنا يد الدول سنس معندة. بما انها ما اشتغلت صح على الاندرويد، فاتوقع اجهزه الاي او اس الى الان ما قدرت تتعرف عليها، او اليد نفسها ما فيها الشيء اللي يقدر يخليها تشتغل على اجهزه الاي او اس حتى الان. لكن ممكن في المستقبل هذا الشيء راح يتوفر مع اجهزه الاي او اس، لان اصلا يد الدول شوك 4 ما كانت تشتغل من الاساس، لكن مع الوقت ابل فتحت المجال وصارت يدين الدول شوك ويدين الاكس بوكس تقدر تشتغل على اجهزه الاي او اس والايفون. والان راح نشبك يد الدول سنس على الويندوز بي سي، واول شيء راح نسويه نتاكد ان البلوتوث شغال عندنا على الجهاز. طيب البلوتوث اون، نسوي اد بلوتوث
or device. قبل ما نختار هذا الشيء نسوي نفعل اليد على وضعية الاقتران عن طريق البلاي ستيشن باتن وزر الشير مع بعض. لما تبدأ تأشر باللون الأزرق نشغل هذا الخيار حق البلوتوث ونشوف طلعت لنا اليد كوايرلس كنترولر. اليد الآن اشتغلت، فمنروح نشغل اللعبة ونشوف إذا بتضبط أو لا. مثل ما أنتم شايفين اليد طالع أنها شابكة على الجهاز لكن ما تشتغل أبداً. ضغطنا زرار حاولنا نتحرك، يعني بالماوس تقدر أو بالكيبورد تقدر لكن هنا ما تقدر. بنجرب الآن بالسلك ونشوف إذا هذا الشيء بيضبط. المفروض يضبط. والآن شبكنا اليد بالسلك ونفس المشكلة تواجهنا، بحيث أن اليد ما تقدر تشتغل. للمعلومية يد الدولسنس توها نازلة في السوق، وحتى ستيم نفسهم أمس أعلنوا أنهم توهم يبدون بدعم اليد على بعض الألعاب الموجودة عندك في مكتبة ستيم. فمع الوقت راح نشوف أن اليد بتقدر تشتغل على البي سي بكل سهولة. والآن راح نشبك يد الدولسنس على النينتندو سويتش وبنشوف هل هي راح تشبك بكل سهولة، وراح نجربها عن طريقتين. أول شيء عندنا سلك، وعندنا الوايرلس ادابتر هذه اللي راح تخلينا تقترن بين الجهاز والدولسنس بشكل مرة سهل. فأول شيء بنجربه هو الوايرلس ادابتر وبنشوف إذا بيشتغل أو لا. طيب شبكناها في الجهاز، فعلنا وضعية الاقتران من الوايرلس ادابتر، وبعدين نحط اليد في وضعية الاقتران ونشوف إذا بتشبك ولا لا. بدأت تنور، شبكت وقامت تتحرك على راحتها. أوكي طيب بس تمشي، أوكي بس مصرة تنزل تحت، بس تنزل تحت. فما أدري هل المشكلة هي من اليد اللي عندنا ولا المشكلة في الجهاز نفسه. يعني باقي الأشياء شغالة، أقدر أضغط بس إنها اليد تلعب تحوس لوحدها. خلينا نشوف إذا شبكناها في السلك هل هي نفس المشكلة ولا مرة ما راح تشتغل. هذا اليد بالسلك تنور تنور وما تشتغلت. واخر جهاز عندنا اليوم هو البلاي ستيشن 3. مثل ما تشوفون طلعناه من مستودع فهد الشيحه، مغبر الجهاز مره. لكن هل بيشغل الدول سنس؟ البلاي ستيشن 4 ما شغل الدول سنس، لكن نشوف اذا بيشتغل بسلك او لا. اول شيء نشبك السلك. مظبوط، وين فتحات اليو اس بي؟ اوكي تحت هنا. وهذه اليد شبكناها بس تنور، بدون ما تنور بدأت تشتغل. هذا الستور، هذه الالعاب، العاب بلاي ستيشن 1، العاب بلاي ستيشن 2، العاب بلاي ستيشن، عندك تيلز اوف سيمفونيا كرونيكلز ما شالها من الجهاز. والان مثل ما انتم شايفين شغلنا لعبه وجالسين نلعب راتشت اند كلانك الاولى على البلاي ستيشن 3، وهذه اللعبه شغاله تمام. تقدر تضغط كل شيء، كل الأزرار شغالة تمام، المربع يضرب زي ما يضرب راتشت في الأجزاء الأخيرة، النقز موجود، فاليد شغالة مرة مظبوط على البلاي ستيشن 3. الشيء غريب في الموضوع إنه كيف جهاز البلاي ستيشن 3 يشغل الدول سنس لكن البلاي ستيشن 4 ما يشغلها. ممكن سوني تبغى الناس تتحمس وتشتري البلاي ستيشن 5 عشان يشترون اليد، يجربون اليد عليه ويجربون الميزات الخاصة فيها. طبعا مثل ما شفتوا انتم قد شفنا شريحة مختلفة من الأجهزة، شريحة كبيرة منها ما اشتغلت فيها أبداً اليد، والشريحة الثانية اشتغلت لكن ما اشتغلت بشكل كامل. الجهاز رسمياً توه ينزل، ما لا يمكن إلا يومين أو ثلاثة، فشيء طبيعي لما نشوف مثلاً ألعاب البي سي حتى الآن ما تشغله، ألعاب الأجهزة الثانية طبعاً هذه على حسب الإعدادات الأجهزة نفسها، هذه ما لها دخل، لكن البي سي والجوال هي الكلام اللي مفروض نشوف اليد تشتغل عليه. لكن ممكن مع تحديثات في المستقبل على الجوالات وعلى البي سي تخلي اليد تندعم على هذه الأجهزة. نتمنى بأننا قدرنا نفيدكم بهذا الفيديو وطلعتوا بشيء يخليكم تتحمسون ليد الدولسنس حتى تلعبونها في الأجهزة الثانية. فيعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.